تم توفير حبلين مع الخيمة لتثبيتها كي لا تطير بعيدا بسبب ضغط الرياح. تم توفير 4 مسامير لتثبيت الخيمة جيدا. لقد زود باب شبكي داخل باب الخيمة لمنع دخول الحشرات إليها. زودت هذه النافذة خصيصا لزيادة التهوية في الخيمة. منطقة نوم واسعة. لإغلاق الخيمة، اربط الأسلاك من الجانبين معا لتشكل حلقتين، ثم قم بطي الخيمة بإدخال إحداهما داخل الأخرى.